هادشي كامل الاخوان شحال 75 درهم اي بياسه لقيتيها هنايا 75 درهم راه كوكور ديال 300 درهم بحال الاخوان غاديها 75 درهم اخوان فهاد الفيديو هذا بغيتكم كاملين تربطوا الاحزمه لان راكم عارفين جبت لكم بروموسيون اللي ما غتلقاوهاش عاوتاني في المغرب كامل كيف ديما الاخوان بروموسيونات اللي كنجيب لكم الهوته ديال بصح عرفتي البروموسيون ديال اليوم شنو فيه وريهم شنو كاين في هاد السلعه هادي باش نبدا لكم بالثمن هو الاول اول حاجه الاخوان غنقول لكم هي الثمن وعاد غنوريكم هاد السلعه هادي بالنسبه لهاد الثمن اللي غنعطيكم اليوم ما غتلقاوهش الاخوان واخا تدوروا كما كنقول لكم دائما المغرب كامل وكنتحدى اي بياع شراي يجي ويتحداني ويدير شي فيديو بحال هذا ولا يبيع لكم السلعه بهذا الثمن هذا واش الاخوان غتلقى بحال هادي شوف تبارك الله قداش بشحال هادي 200 درهم وهذه كذلك شوف تبارك الله شوف هذه راه مشلله الاخوان بالنقره هاد البياسه هذه راه مشلله بالنقره شحال حتى هي 200 درهم راه كنضحك معاكم 75 درهم اي بياسه لقيتيها هنا 75 درهم بغيتي تعرف التفاصيل كمل الفيديو وقبل ما نبداو الفيديو بركونا لايك كومونتير بارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائده ونبداو على بركه الله اخوان السلام عليكم مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ورجعنا لكم فيديو جديد وسلعه جديده كيف ما كتشوفوا الاخوان وكيف ما تشوف بدايه الفيديو اليوم بروموسيون للخلعه عاوتاني كنجيب لكم الاخوان دائما الهوته والبروموسيونات الواعرين كما كتشوفوا هذه السلعه هنايا الاخوان كامله اي لعيبه لقيتيها شنو هو كوكور هانتوما كوكوطات ديال ايطاليا هادو كنبيعهم ب 300 درهم راه كاين منكم كليان اللي شراو مني هادو ب 300-350 درهم هاد الحبه ماشي غير وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي أربعة ماشي خمسة ماشي ستة ماشي سبعة أكثر من سبعة ولا ثمانية ولا عشرة الكوكوطات اللي كاينين بلا ما نهضرو على الجميلة الجميلة لا لا كتخمن العدد لا يحصى ولا يعد هادشي كامل الإخوان شحال 75 درهم أي بياسة لقيتيها هنايا 75 درهم بالنسبة للثمن الإخوان كنهضر مع الدراري اللي باغيين يخدمو على راسهم الإخوان دائما كنبغيو نشجعو الشباب كنبغيو نجيبو لكم شي أثمنة اللي تبداو بهم وتشجعو ماشي نبيع لك أنا مثلا الكاميلة ولا أي لعيبة هادية شو تبارك الله الكاميلة ديال الإينوكس كيفاش دايرة هادي راه منبيعلكش أنا ب 120 درهم ولا 150 درهم ونعطيك بياسة تمشي تلعب مزير غتمشي تبيعها غتلقى ديما لاعب مزير كنعطيك بياسة اللي غتبيعها بثمن يعني دير لها انت 100 درهم 150 درهم حياتك هذيك ديك الساعه دبر راسك بيع باش ما بغيتي كنخلي لك المعاش كنخلي لك فين تعيش هذا علاش كنبغيو نشجعوا الشباب ينوضوا يشوفوا على راسهم شوفوا الاخوان هاد البياسه هذا كيفاش داير شوف شو لا ديكور في هذه كي داير شو المليح ديال المليح هنا الاخوان شو المقيله تبارك الله ديال الوقت كي دايره جديد ها المليح المليح جديد اي لعيبه اي لعيبه هنا شوف شو الكاميله تبارك الله اي حاجه قلبتي عليها موجوده شو الكساك شحال ديال الكساك الاخوان ها جوج شو الكوكوطات هما في هاد الجهه هادي هما ما شفتهمش ها نتوما كوكوطات ايطاليه هاد السلعه هادي الاخوان راه كلها سلعه ايطاليه والله العظيم سلعه ايطاليه المليح ديال الاينوكس واي لعيبه بدكم لقيتوها هنايا شحال قلنا 200 درهم لا قلنا 75 درهم بروموسيون ما تلقاوش في المغرب كامل شو تبارك الله الكاميله كي دايره كلشي مدوبل وكلشي الاخوان المليح ديال المليح ها نتوما الصغار الكبار الاغلبيه في هاد السلعه هادي اغلبيه فيها القوامل الكبار ما كاينش القوامل الصغار الاغلبيه كما كتشوفوا ها نتوما جميلات كبار بالنسبه لهاد السلعه هادي الاخوان هادي سلعه ديال العشاقه سلعه ديال واحد باغي يخدم على راسو باش ما خرجشي لهنايا البنادم تبيع ب 3000 تبيع ب 4000 تبيع ب 100 درهم تبيع ب 80 درهم تبيع ها نتوما شو هادي دابا تبارك الله مغطيه ديالها بكلشي هادي اضعف الايمان تبيعها ب 200 درهم المهم الاخوان كما كيقول واحد المثل عيب البحيرات فتاشها الا جيت نبدا نوريكم الاثمنه بشحال تبيعهم الاحسن بلا ما نبيع لكم انا بداك الثمن انا كنبغي نخلي داك الشيء مستور كنعطيك واحد الخبيزه كيجي لنا الله واحد الخبيزه كنقسموها بجوج كنديرها شويه وسدي انت شويه والله يسهل على الجميع وريهم السلعه كامله شنو كاين فيها باش يعرفوا التفاصيل عندنا الاخوان كما كتشوفوا السلعه فيها الكساك فيها الجميله فيها الكاسرونه الانواع الكاسرونه ديال الانوكس ديال الجرانيت فيها اودي شنو نقول لك السلعه اللي قلبتي عليها شوف شوف الكاسرونات كي دايره الكاسرونه مطبوعه فيها واحد اللعيبات اللي واعرين اللي هما هادو هاد المقيلات هادو اللي مطلوبين دايرين بحال هكا بلا هادو راه ثقال تبارك الله شنو فيها عندنا هنايا كما كتشوفوا المهم هادو الاخوان المقالي راه العدد كاين منهم عندنا المقالي ديال الانوكس شوف
شو غير بلاطو يا اخوان بعدا اللي انا نسالي ونوريكم بلاطو. شوف تبارك الله هذه كي دايره ثقيله هذه كذلك. شو هذه تبارك الله شوف والله الا المليح ديال المليح الاخوان اللهم بارك. كما كتشوفوا شو نقلات الايروكس هانت ايكيا راه ماشي السلعه كلها سينيه الاخوان والسلعه كلها مليح. شوفوا تبارك الله البلاطو كي داير شو البلاطو اللهم بارك. شو البلاطو كي داير هذا غير شويه ها هما الاخوان عندنا البلاطويات هنايا بالالوان. شو هاد البلاطو هذا تبارك الله وثقيل هذا والله الا بلاندي. هادو راه هنايا جوج ماشي واحد ها نتوما الاخوان جوج ديال البلاطويات ديال لي بلادو كيديروا فيهم لي بلاد الحوت وداك الشيء. المهم الاخوان نزيد نعرفكم شويه على السلعه باش تعرفوا على كل شيء. كما كتشوفوا هنايا عندنا القوامل عندنا كل شيء عندنا الكاسرونه عندنا المقاريط الايرو السلعه بقيت كنحط والله ما استفتها هي بديت كنجبد من السيكان ومن الكراتون كنحط ماشي السلعه مستفه. هذه هي ديال النحاس من التحت ها نتوما الاخوان المليح شو المقيله كبيره ديال البيض. المهم كيف ما كتشوفوا ها نتوما كاسرونات ها هما القميلات ها هما القميلات هنا القميلات هنا. شو هاد القميلات كبار عاوتاني شحال راه كاين العدد القميله الاخوان وكاينين واحد القميلات اللي مطلوبين اللي هما هادو انا نوريهم لكم بحال هاد الشكل ديال هاد القميلات البلا راه قلتكم هادو ولاو مطلوبين هادو بزاف. هادي راه بالغطايه ديالها كما كتشوفوا تبارك الله السلعه راه كاين الخير كاين فهاد الجهه كذلك حتى هي اللي قلبتي عليها السلعه ما دايرينش التوجيه الحمد لله. ها نتوما هادو راه نوريهم لكم هاد القميله تبارك الله والاغلبيه الاغلبيه هنا عندهم المغاطي ديالهم. كاين شي حبات الاخوه اللي ما عندهمش المغاطي حنا السلعه كيما جات كنبيعوها ما جاو المغاطي زايدين راه غنعطيهم لك جاو ناقصين راه ماشي مشكل يعني ماشي شي عدد كثير كاينين شي حبات قلالين خلاص الطيات راهم موجودين. المهم الاخوه نزيد نوريكم هنا ها نتوما شو القميله كي دايره عاوتاني هذه مازالها نقيه تبارك الله. شوفوا هاد القويميله هذه تبارك الله كي دايره شو راه تقول فيها هادو الاخوه راه قويميلات ناضين تبارك الله. كاين هنايا القميلات الاي ام سي الناس اللي كيعرفوا الاي ام سي راه كاينه القميلات الاي ام سي كاين تبارك الله. شو هادي عجباتني والله العظيم بياسه اللي ناضيه تبارك الله. ها هما القميلات هنا ها هما هنايا الكساكي ها هما القميلات ها هي عاوتاني هنايا القميله. شو البلاطو شو غير البلاطو كي داير شو شو البلاطو اللهم بارك المليح خليو هادشي هكا ها القميلات هنايا المقالي. المهم الاخوان راه السلعه تبارك الله شو شو لها مقله شو على مقله. هذه الاخوان والله العظيم الا تقول فيها اكثر من شي 4 كيلو ولا 5 كيلو راه ثقيله تبارك الله بلاندي. ها نتوما هي راه مطبوعه ناضيه ما عرفتش لمن كتصلح هذه. انا نوريكم واحد البلاطو شوفوا شوف هنا شحال المقالي الاخوان المقالي راه غير البقالي واعر. ها نتوما هي الاينوكس ها نتوما شو المقله هادشي كامل الاخوان بنادم يدي يعني طويو يخدم على راسو. السلعه راه كيما جات كنبيعوها لكم ما كان يطويو ما والو. شو البلاطو قداش عاوتاني هنايا ها نتوما غادي نوريكم ها هما دوك اللي وريت شو الكسيكيس شو هاد المقيلات شو هاد المقيلات ها السلعه كاينه توجيهها لا والو. شو الكسرونه قداش ها شو الكسرونه قداش كسرونه ديال 150 درهم 200 درهم شحال كديها 75 درهم لا غلا عليك مسكين. شوف ديال 100 درهم 75 درهم ها شو الجميله قداش شو تبارك الله المليح ديال المليح الاخوان. الثمن هذا راه صدمه صراحه هاد الاثمنه اللي كندير لكم راه كنحاول ما امكن نكون الوحيد اللي كندير هاد الاثمنه في المغرب الحمد لله. هو هاد عبد المذنب هذا كندير معكم اثمنه يعني في المتناول كما كنقول لكم ديما الاخوان بالي قبل ما يسالي هذا هو الشعار ديالنا. جيتي انت الاول الله يسهل عليك نبيعو لك هاد البركه هادي كامله ودي اخويا ترزق فيها الله. تعطلتي مره اخرى ان شاء الله الخير موجود السلعه موجوده كما كتشوفوا الاخوان. كان هذا هو الفيديو ديالنا وكانت هذه هي السلعه ديال اليوم. هاد السلعه ديال الاخوان اللي جا الاول غنبيع حالو كما كنقول لكم راه الثمن ديال الجمله الثمن اللي كتسمعوا الثمن ديال الجمله 75 درهم شي على شي راه كوكوط ديال 300 درهم بحال هادي الاخوان غديها 75 درهم. هذا هو اللي نقد ندير معاك انا كنعطيك الثمن ماشي الجمله راه حتى الجمله وما يبيع لكش هادشي هذا بالثمن تهلاو اخوتي.